هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده اول يوم لليلة في المدرسة. النهارده هي بدأت ام هاي ولا لام هاي؟ هي بدأت النهارده كي جي، ليها في كي جي، بس انا جاية تبقى في سنة اولى عشان انا بتلخبط، عشان في مصر في كي جي واحد وكي جي اتنين، ف مش عارفة يعني هي في انهي واحد فيهم، بس هي في واحدة من الكيجات، بس انا جاية تبقى في سنة اولى. فهي السنة دي داخلة سنة كي جي زي ما بقولكوا. النهارده اول يوم، والسنه دي تقدر تاخد شنط وكده. فهي اهي اللي قاعده بتفطر اهي. الساعه دلوقتي 7:15، وقامت بدري عشان تفطر. فانا جايبه لها ده من امبارح، بسكويت وجبنه وتركي وكيس جبنه صغير اللي هو دوت متقطع مكعبات كده، وفي كيس تشيبس بس ده يعني من امبارح، فما افتكرش ان هي بتاكله. هي بس حطها جنبيها بتتفرج على التابلت بتاعها. وانا حضرت لها الشنطه، جبت ازازه الميه وحطيتها في الازازه بتاعتها هي اهي، مكتوب عليها ليلى، ودي الشنطه اهي. خلصنا فطار عشان السنه اللي فاتت كانوا بيدوها فطار في المدرسه، انما السنه دي يا تروح هي بقى المدرسة وتفطر، بس هي لسه صغيرة على كده، فمش هتعرف يعني الطرق وكده، يا تفطر في البيت. فهي ليلى اللي هيمشي كده، فاحنا فطرناها في البيت. بس ليلى ما بتحبش تاكل اول ما بتصحى، دي المشكلة. فهي فطرنا يعني حاجة خفيفة قوي لحد بقى الغدا ما يجي. بحاول اجهزها واعرفها يعني ان هي لازم تفطر وكده، او هتقعد جعانه بقيت اليوم. الشنطة كبيرة شوية، قالوا لها السنة دي بقى تجيب شنطة معاها عشان لما تيجي تاخد كتاب البيت او تودي كتاب المدرسة او كده يعني تاخده في الشنطة. فاحنا بقى نركب العربية، يلا افتحي ورايحين المدرسة. يلا شاطرة. سرحنا لها شعرها، وكان دايما عندها شعر صغير كده بيفضل يطير بيبقى هايش، فقلت احط لها بقى موس في شعرها. موس ده عامل زي الجل بس ما بيخليش الشعر يبقى ثابت جدا زي الجل كده، فقلت اجربه. فعشان كده شعرها من قدام شكله كانه مبلول او كانه فيه حاجه، فقلت اجربه. شايفين زي الشعريه ديت كده اللي هي متمسكتش، تفضل بقى هايشه وتبقى شكلها وحش، فقلت اجربه السنه دي، بيخلي الشعر يفضل ماسك زي ما هو يعني. وزي انا موريتكم وقت الفطار، هي دي الشنطة بتاعت ليلى، دي برنسس صوفيا. وافرجكم بقى انا حتى ايه من جوه. هي فيها سوستتين، سوستة الصغيرة دي وسوستة الكبيرة. هي المفروض ان هي مش محتاجة تاخد حاجة معاها المدرسة زي ما بقولكم، شنطة بس عشان لما تيجي تجيب اي حاجة البيت، او لو مثلا ادوها كتاب وهترجعه المدرسة، فشنطة عشان كده بس. انا قلت بدل ما احط شنطة فاضية فحطيت فيها شوية حاجات من جوه. حطينا فيها قلم رصاص، وحطيت فيها الغيرة دوت، وحطيت فيها الأستيكة في الحتة الصغيرة ديت. وفي الكبيرة بقى افتحها، صعب اني انا افتح بإيد واحدة بس انا بحاول يعني. في الحتة الكبيرة حطيت دوسية عشان لو هتجيب اي ورق معاها ما يتطبقش، وحطيت لها الكراسة ديت اهي. فيعتبر دي اقل حاجة اي طفل ممكن يحتاجها، دوسيشن الورق والقلم عشان يكتب والاستيكة والغيرة. ف هتطلع يعني اقل حاجة هي ممكن تحتاجها. وكمان هناخد معانا ازازة المية اهي زي ما قلتلكو، حطيت لها ازازة المية دي بتاعت السنة اللي فاتت، فمكتوب عليها اسمها من السنة اللي فاتت اصلا. وهنحطها في الحتة دي بس عشان الشنطة فاضية، فالمية تقيلة قوي فبتقع وقعت لما ليلى لقيت الشنطة، مش عايزاها تنساها او تديها، بس هي بتتحط هنا اهي. وهي دي شكل الشنطة. يلا بينا بقى نروح المدرسة. المفروض اني ميعادها هناك الساعة 7:45، يعني 8:15، فاضل لها 20 دقيقة قبل المدرسة بتبدأ، وبتخلص الساعة 2:30. بس النهاردة نص يوم عشان اول يوم المدرسة، ف بيعرفوا العيال يعني هيعملوا ايه وكده يوم. ومن اول بكره بقى يبقى يوم كامل. ف يلا بينا نروح المدرسه يا ليلى. اسف المدرسه يا اوكي، يلا بينا يلا.
احنا كده وصلنا المدرسة اهو، انتم شايفين في عربيات كتير جدا، ده الشارع يعني عربيات كتير واقفة وعربيات كتير ماشية. احنا واقفين جنب الباب، بس على ما اعتقد ان احنا جنب الباب الغلط، مش متأكدة يعني، عشان في واحدة كانت بتروح المدرسة مع ليلى السنة اللي فاتت مشيت بقى الناحية ديت. دي المدرسة الابتدائي نفسها بقى، بتمشي لها كده هو على الرصيف وبتوصلي هناك، بس المفروض ان الكيندر جاردن اللي هي الكي جي بتبقى هنا، بس ممكن تبقى ليها باب تاني مش متأكدة بقى. لقيت المكان الصح وديت ليلى فيه، طلع ان الباب ده ما بيفتحوش عشان خاطر ما بيبقاش فيه قبله وما بيبقاش فيه حد يعني واقف هنا، فكنا لازم بقى نروح نلف من الناحيه التانية. رايحة على العربية اهو، كان مشوار طويل قوي، بس لما اجي اخدها بالليل حاجة اخدها من الباب اللي انا واقفة عنده، فهو الصبح بقى فرقوا على المكان اللي انا المفروض انزلها فيه، بننزلها وهي بقى تروح على الفصل على طول. معرفش ليلى ذكية انها تعرف تروح للفصل لسه ولا لا، بس ماله اول اسبوع يعني ممكن نمشي معاها ونعرفها فين الفصل وكده. في الشارع ده اهو بيبقى برضو مليان عربيات كتير، بس دلوقتي عشان المدرسة خلاص بدأت فما بقاش فيه عربيات. وعلى الجنب هنا بقى هنلاقي الباب، الباب ده هو اللي بنخش منه بقى او بننزل فيه الاطفال اهو، هو طبعا برضو مقفول، هو ده الباب بتنزلي فيه الاطفال هنا اهو، هما بقى بيروحوا على الفصل او يروحوا يلعبوا او يروحوا ياكلوا، ولما الفصل يبدأ بقى يخشوا بقى على الفصل اهو. سو كاتبين ويلكم باك بالاخضر وكده، فاحنا كنا واقفين في نفس المكان ده اهو. الساعة كده جت 12 وانا في الطريق رايحة ليلى النهاردة، زي ما بقول لكم هتخلص الساعة 12 و10 دقايق عشان هو نص يوم مش اول يوم مدرسة، ففاضل لها 10 دقايق قبل ما تخرج، انا فاضل لي حوالي 5 دقايق قبل ما اوصل، فاروح بقى ونشوفها سوا ونشوف هي عملت ايه، شربت المية ولا لا. انا كمان نسيت اديها الشفاطة اللي بتركب في الازازة، وخدت بالي وانا خلاص في المدرسة عشان المية كده عمالة تتدلق كده بتنقط نقط، فعمالة اقول هي ليه عمالة تنقط، فقلت لها انا نسيت اديها الشفاطة، فنشوف هي عملت ايه بقى النهاردة، نسألها يومها كان ايه. انا كده وصلت المدرسة وبصوا في ناس كتير واقفة سنين عيالهم. جبنا ليلى من المدرسة اهو، قولي لهم هاي وكده، عاوز تجيب ماكدونالدز عشان هي جعانة عشان اكيد مكلتش في المدرسة، فجابت ماكدونالدز. طبعا جابت تشيكن ناجتس وبطاطس صح؟ يا واحنا كده خلاص روحنا البيت. ايه اخبارك في اول يوم مدرسة؟ فايف. طيب ايه؟ كان حلو اليوم؟ اتبسطتي؟ يا شفتي صحابك؟ انتي مكسوفة؟ يا مكسوفة؟ طب بصي هنا، انتي بس على ايه؟ بس على هناك؟ اوكي يلا قولي لهم باي. انا اشتريت الحاجات دي كلها يا وانتي مش معايا، بتوري كل حاجه اللي انا اشتريتها. سوا ده هيبقى اخر فيديو، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.